مغامرات عم الطيب. جاهزين؟ جاهزين. هيا نجمع السيوف. أربع عصي؟ أربع عصي. كيف هاي اللعبة؟ صفوا يا عوني وجنى وكلياتكم، وأنا عشان أحطيكم لعبة الأربع عصي وأفهمكم شو هي. هاي عصا، عصا، عصتين، ثلاث عصي، أربعة. واو! عم الطيب، بس قبل ما نلعب هاي اللعبة لازم أعطيكم شروط. شروط هاي اللعبة انه لازم نختار مكبر. شو؟ مكبر. انت جيب لك المكبر من الدار. طيب. شو؟ المكبر انه واحد يساعدنا في تكبير العود الريحي. طيب. وكمان لازم نختار اخو للمكبر. اخت المكبر. عم الطيب بالهبال شو هاد؟ ما بتهبال؟ اه لا. طيب. وهلا لازم اعطيكم كيف تلعبوا اللعبة. يلا. هلا قبل ما نلعب اللعبة لازم نرفع ايد الوحدة وممنوع نطب العصا، اللي بطب العصا بيطلع من اللعبة. يلا هيك وزي هيك وبرجع بعمل هيك كمان مرة وبفوز وبعدها المكبر. انا المكبر. انا المكبر. طيب يا عم طيب وانت اخو المكبر وانت اخت المكبر. عم طيب ما في اخت مكبر. خلاص انا مكبر وانت اخو المكبر. يلا يلا ابلش انا. يلا بلش. تعالي هون عنا، تعالي هون انت عشان تحكمي. يلا نبلش من الكبير للصغير. يلا انا بعدين عوني بعدين جانا بعدين لولو. من هون بنبلش. طيب لا من الكبير للصغير. استنى يلا. يلا واحد اثنين ثلاثة. عشان كبرنا. اه ماشي. يلا رح بلش انا. يلا. يلا انا بعتك عشان اكبر منك يا عوني. واو احسنت احسنت احسنت. يلا شمس اغسل بشمس مره مره شمس مره مره. يلا يلا لولو. يلا يا جنى. يلا عودي. آه خسرتي. أنا وياك عودي. هلا بدنا نكبر أنا لوحدي. جاهز؟ فيها. انا حبيت اللعبة كثير. خلاص نصير نلعبها
بالغابة، بس خليني نلعب ببعض كمان مرة. طيب شو رأيك نسأل الأطفال؟ يا أطفال انتوا شو بتختاروا؟ لعبة المبارزة ولا لعبة الأربع عصي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. باي. أجاكم عمو الطيب. طيب طيب طيب. مين بيحب عمو الطيب؟ لمشاهدة جديد عمو الطيب تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد. المبسوط يلا يقول من حبك يا عمو الطيب.